تاعي والعلاء كله، امي روحي شعلي الصوبيه من هون لشي ساعتين تدفى الغرفة منيح وساوي لي قهوة قبل ما اروح الشغل. امي شو بتأمر؟ ما صوت امبارح المساء ابو طمزة جاب بيدون حطه قدام الباب، شفته لما جابوا روحي عبي الطاسة منه. لا تخليهم يحسوا. شفيق في حركة برا، بس كنت هدا بطلع نفسي. ما شاء الله عنك، بس تقصد بتقصد. هلا فهمني، حطوا لك يا جوا ولا برا؟ لك لا، شو برا جوا؟ بدك ياهم يسرقوا لك المعزوطات مره تانية؟ هون تطلع علينا الريحه، لحطه بالمطبخ عفيف ما بيصل له. شو عرفك انه عفيف هو اللي سرق المعزوطات؟ دافع عنه، ليش مين في غيره هون حرامي؟ لك اسكت، دود الخل منه وفي، لك الصوبيات كلياتها جاع عليه. على الحالة بدي ضل طوال الشتوية عنا هون. أحسن ما تضل رايح جاي رايح جاي على الكازية. طيب يعني هن ليش ما بيشتروا مازوت ليش؟ لك لا تقلل لي قلبي، أحسن ما أرجع أفتح الموضوع ها. أنا موضوع؟ اللي بكشش لك بدنك. طيب لكان أحسن شيء نحط له جريدة تحت منه ليش؟ لحتى ما يفشي على البلاط، بيخربوا للبلاط، بينزعوا لأنه مرمر نحن عنا. قولي يا أخي يا ربي. لا يا أمي لا، بدل ما تقولي خسرتي. أنت عواض ما تجيب لي مازوت جاي تشحد من عندي. منين ها؟ ولا نكلة. أنت لازم تصرف علي، مو لازم أنا أصرف عليك. وأنا المفروض أصرف عليك أمي، بس يا حصرتي أنا موظف، الراتب عم يطير قبل ما أحك راسي. عم يطلع لك محروقات. 600 ليرة مساعدة. انت منيح في مين يساعدك، اما نحن لا. اسلامت ابو طمزه، بيطلع له بلاوي من قفز باله. عال انت شو ناقصه؟ ما تعمل لك برمي على الحاويات بعد الوظيفه، ما بتعد تحتاج حدا. يا عيب الشوم عليك، انا موظف دكان يدور بالحاويات، بركي حدا شافني فضيحه. ليكك لابس شماخ ما راح حدا يعرفك. يعني ما في فايده؟ لك مو بخل، بس مشان تتعلم درس. ولا نقطع. طيب ليش خلفتونا اذا معكم مازا؟ غلطنا. حرام هيك ما بيجوز، كنت تدقي له شوي. مو حرام، اذا ما انقرص ما بيتعلم. وين قعدت؟ روح جيب الزعتر روح. لا
لك إلهي يا رب جيبوا زعتري وما بيقالوا زيتي لحتى تحتاري من عندك زيتي يا رب. إلك ولا لدي بعمي أبو طمزيه؟ شو بوران إلي ولا لدي؟ ما بدنا نعيد نفس القصة، روحي لعند بديع بيحكي لك. ليش بديع عنده مازوت؟ هلا لا تلعي لي قلبي، روحي لعند بديع وخلصيني، العين تخرق فيكي كرق، ما بيخرق فيكي انتي الا البرد. هي ام هي، بتعرف لو انا اجاني ولا؟ انا ما بجيبه ولا. كنت ما عبيت له مازوت، عبيت له من دمي. زهراء لا تجي على امي، امي خطي ما بتموت. امك ما بتموت ولا هداك اللي ما بيقش ولا بيرجو. تفضل فوت. ليه؟ امي بعتتني لعندكم. امك بعتتك لعندنا؟ ايه. عبت لنا مازوت؟ لا، طلبت منه مازوت، قام قالت لي روحي لعند بديع هو بيقول لك. يا قلت لك بديع بيقول لك؟ ايه. قلي لها زهرة، انا مالي قلب الا. لا. ليه؟ احطي. احطي. سكري الباب وان، سكري الباب وان. فات زبون هوا. وهذا الحكي كانت امك بدها تحكي لي اياه. بلا، بس امي استحت. هلا لقي لنا طريقة مشان البرد. ما لنا غير نضب على بعضنا. ايه قلت قلت لا لا. مسا الخير ابو طمزه، مسا الخير حماتي. احنا جايين مشان المازوت يعوض عليك. لا لا يا حماتي، معقول نجي لعندك مشان المازوت؟ بعدين معقول نفكر بهالسفاسف؟ نحن جايين لعندكم مشان نتونس فيكم ونشرب لنا كاسه شاي عندكم. اهلا وسهلا عمي، لك فوتوا فوتوا فوتوا. دي 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 خيي عالدفا خيي. دودو طيبه، اي مالحرام من على كتافك. شفي قول اقعد جنب الصبيه بتدفعي. معلش ما حابب اقعد جنب الصبيه، بخاف اذا طلعت لبرا يلفحني الهوا بعدين. انا هوا يلي بسمعك بيقول في برا عواصف. معلش انا ما بحب اقعد جنب الصبيه، مرتاح هيك مرتاح هيك. ما بتحب تقعد جنب الصبيه؟ يلي بسمعك بصدق، يلي بشوفك الصبح كيف كنت لازز بالصبيه قبل ما يخلصوا المازوطات ما بصدق هالحكي. عم تغيرت من الصبح لهلا. غدا غدا شو صار لك؟ تذكرت. شو تذكرتي؟ امي شفي مخبي. لك شو بقى حبيبتي شو صار لك؟ رقعت بنطلونه. لك ولو يا شفي، نحن اهل بنخجل منا نحن. لك بسعر ابو طمزه. شو هاد مصارينك عم تكركع جوعان؟ جوعان كثير. كول هاي زيت وزعتر. خجلان من الرعاء، اجتاح البطانية اجتاح بلا حكي فاضي. أنا ما بحب فرج رقعتي لحدا، لأنه نفسي كثير عزيزة وغالية علي أبو طمزة. شفي مستحي من أمي ومن عمي أبو طمزة. لك أيم هالحرام بقى. شو ها؟ حنيتي كفك انبسطتي؟ شو عم تعمل هي معك؟ كنت آخذها لعند أم هاني مشان أشتري من عندها مازوت. ليش أم هاني بتبيع مازوت؟ إيه إيه إيه، أم هاني إلها بالعادة بتبيع مازوت. لا، ما إلها بالعادة تبيع مازوت، بطلت هالعادة من زمان. ولك يخرب بيتك، الله لا يعطيني العافية ومثل اللي حكيت لك. هي 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 عودي رنا، رنيت عودي إلي، وين ما بروح باخذ ريشتي وعودي معي. ضروري ترجع لنا راسنا بجعيرك. بدي اعزف، ما انا غني، خلي العالم كله تسمع فني. ما بتعمل اذا ما بدك يانا بنروح بنرجع نحن. مو متضايقين ولا شيء، بس مو ضروري يرجعنا راسنا بجعيره. بدك تدق روح دق بغرفتك، واللي بده يسمعك يلحقه. الله يلحق يلحق بالبدلو. قلنا من دق قدام الصوب يا أمي، بركي بيطلع اللحن دافي. إذا بتشربونا شاي ما بخلي يعزف. لك فوتوا عمي، بنلعب لنا بركية محبوسة وبعدين كل مين بيروح على قطه. العب قد ما بدك، الله لا يشبعك لعب. قوم حطه أنت للإبريق عمار. لا أنت حطي الإبريق عمار، وأنا بروح لعند أم هاني بجيب سكر، لأنه هذا شغل الرجالة. ماشي، قوم انتتر لشوف. إيه دحان انتتر. بعد ماما. روحي أمي. شو هاد شو عم تساوي؟ خلاص انت سامع صوتي يمكن رجعت شكلها. كم كيلو شي؟ وإيا ونص. إيا ونص، الله ياخذني ياخذني وياخذ السكر وياخذ السكر. مساء الخير أبو طمزة. مسنود شو هاد مازوت؟ إيه مازوت. خلطوش بدل مازوت أنا. هاني فاتحة؟ لا مسكرة، ليش شو بدها؟ بتقلي عندك شوي السكر؟ إيه في، الحقني لعندك. خلصنا بقى لفلفه، هلا بتجي؟ ما بدي لفلفه، لكن انتوا تتدفون احنا نموت من البرد. اخي ما اتفقنا على النص على النص. ليك اذا بتعطيني اقل من النص بفضحك. شوف شفي دق اقل على نص راسك، عم بقول لك على النص يعني على النص، شو عم تفهم انت؟ شوفي شوفي ما في شيء، مرت عمي انا هون واقفه مدري مين مرق قالوا لي بدهم عود مدري شو ما بعرف شو بدهم. ايه
لكم مرت عمي بينما تشعلي الصوبيا الفاضية هي فاضية فاضية بيظهر خلصيت أو يمكن مسدودة يبعت لك قتل شعب تكرعيهم كرع ولا ولا هي خالصة فاضية معناها مو مسكرينها منيح مرت عمي كان لازم تسكروها منيح سطلايت أعطيني البيدون جيني بكفونا نص ساعة وكل واحد يأحط على أوضته هات العبية بعد ريحة مازوت ما ايه هيك ريحة قوية شفتيها عم تنقي منيحة منيحة معك كبري ايه ايه في كبري شعي كبرت عمي عمي كأنه عم تشر الصوبيا ما شوفي لي اياها شعلة قوام قلق بتفقع عم تدخن قوام 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 شعلة شوفيها شعلة لسه لسه هلا بدها تشعل بدها تلهب لهب يلا حط ونصحك كمان شوفي لي اياها مرت عمي اه شعلة حط ايوه شعلت شعلت او عينا مربيين خليهم يدفوا قولي قولي شو بتعمل يا شباب عم تقولوا لي شعلت شعلت ريحه لحمه مشويه انت شامم هيك شيء اه انت ساده ريحه لي مثلي ايه قوم حبيبي لكن قوم ما بقدر لك شلون حبيبي قوم احسن ما يتجمعوا عليك القطاط قوم حبيبي قوم ما بقدر قوم تنبرني قوم